Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwani wa akhwati fillah, uhayyikum bitahiyatil Islam, bitahiyati ahli jannah wa hiya tahiyatun mubarakah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bidayatan bihadhil kalimatit thayyibatil mutawadi'ah hayabina nashkurullaha ada wa jalla allazi a'tana ni'man katsiratan hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal makanil mubarak usalli wa nusallimu ala habibina al mustafa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam allazi ja'ana bidinil Islam wa akhrajana minaz zulumati ilan nur wa min dikir dunya ila saatil akhirah. Aqumu amamakum jami'an uridu an aqra lakum hadithan 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa hadith Jibril an Umar radhiyallahu anhu aidan qala بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ودعا كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقة فعجبنا له يسأله ويصدقه قال أخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله والملائكة وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقة قال أخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال أخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد أمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشياء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبست مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم وهذا الحديث دليل على أصول الدين ثلاث وهو إسلام والإيمان والإحسان فإسلام عمل جوارح والإيمان عمل قلب والإحسان مراقبة الله تعالى وختاما أشكركم على حسن اهتمامكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.